السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشرحوا للأزمة المرتقبة بين المدرب واحد هالي لوسيتش وهذا المرض ضحية ياسين بونو. فبحسب جريدة المنتخب اللي كان العنوان ديالها تصريح بونو قد يبعده عن المباراة الحاسمة أمام منتخب كونغو الديمقراطية. وفي التفاصيل قالوا أن الناخب الوطني واحد خليلو خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس أنه استغرب من تصريحات بعض لاعبي المنتخب المغربي الذين تحدثوا عن أمور تكتيكية بعد الهزيمة أمام المنتخب المصري. وهنا كان كيمعني بيع على ما قاله حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو اللي سبق ليه وعبر عن رغبته في أن يصحح المدرب البوسني واحد خليلو بعض الأمور في منظومته حتى يتمكن الفريق الوطني من التأهل لمونديال قطر 2022، وهو ما لم يعجب البوسني واحد خليلو. وراكم عارفين خليلو، أي واحد كيدير شي حاجة ما كتعجبوش باي باي المنتخب، لأنه ببساطة ما لقاش شي مسؤول باش يوقفوا عند الحد ديالو. أما التصريح ديال ياسين بونو فهو منطقي 100%، ولكن راه يقدر يدفع عليه ثمن غالي وغالي جدا، وهو عدم استدعائه للمشاركه في مباراه الكونغو الديمقراطيه. يعني المدرب خليلو غادي يزيد بونو على حكيم زياش ونصر المزراوي. لذلك شفنا العديد من لاعبي المنتخب الوطني المغربي رفضوا تقديم تصريحات صحفيه بعد الاقصاء من الكان الكاميرون خشيه ان يسقطوا في فخ اسئله الصحفيين في المنطقه المختلطه ويكون المسار ديالهم الاقصاء من المنتخب الوطني المغربي. وندوزوا الان الموضوع الاهم وهو الطفل ريان، مسكين اللي كلنا عارفين القصه ديالو واللي خلى العالم كامل كيعيش في حزن، ولكن الجميل انه تلقى الكثير من الدعم مثل اشرف حكيمي، سفيان بوفال، سامي ماي، والفرنسي فرانك ريبيري، ولاعب برشلونه ديمبيلي، وعبد الصمد الزلزولي. اما المعلق الشوالي قال دعاء جميل جدا: اللهم في هذه الساعات المباركه وفي هذا اليوم المبارك اخرجه معافى سالما غانما وافرح قلوبنا وقلوب اهله يا رب العالمين. اما الجزائري اسماعيل بن ناصر دار بوست على تويتر وقال: الشجاعه لريان الصغير ولعائلته وجميع الاشخاص الذين تضافرت جهودهم من اجل انقاذه. ايضا المعلق الاخر رؤوف خليف عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك قال: هو الاخر دعاء جميل جدا، اللهم احميه بحمايتك ورعايتك يا مجيب الدعوات يا رحيم. اما المدرب واحد هالي لوسيتش تضامن مع ريان عبر ستوري في الانستغرام وقال: صلوا من اجل ريان، كل صلاتي من اجل ريان الصغير، امل من كل قلبي ان يخرج سالما معافى، وهذا ما نتمناه اكيد. وحاليا العالم كامل وكبار الشخصيات والرياضيين والفنانين متضامن مع الطفل ريان اللي رزق الله قوه الصبر. تقريبا دابا قرب يكمل 4 أيام، ماشي سهلة بتاتا. كنتمناو ليه السلامة والتعتق في أقرب وقت ممكن ويرجع لوالديه سالما معافى إن شاء الله. وفي الختام نسألكم الدعاء، وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله، ومع السلامة.